بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض القواعد يا شيخ يعمل بها بعض الشباب، ومن ضمنها قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ثم من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وقاعدة أخرى من لم يكن معنا فهو ضدنا. ما رأيك في هذه القواعد يا شيخ؟ ومن أين جاءت هذه القواعد ومن قاعدها؟ هذا يذكرني بنكتة تروى في بلادنا الأصيلة ألبانيا، حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله. القصة تقول بأن رجلا عالما زار صديقا له في بيته، ثم لما خرج من عنده كفره. قيل له لما؟ عندنا عادة في بلادنا، وهي عادة أظن مضطردة في بلاد العالم، يعظمون أو يحترمون أو يوقرون العلماء لبعض الأعراف والتقاليد التي تختلف في اختلاف البلاد. منها الرجل مثلا دخل الغرفة ونزل عليه، فهو حين يخرج ينبغي أن يدار النعل بحيث أن العالم لا يتكلف أنه يلف ويدور كأنه داخل، وإنما يجد النعل مهيئ لدك قدميه فيه. فهذا العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعلين كما هما، يعني ما احترم الشيخ، تركهما كما هما. فقال الرجل العالم أن هذا خبر. لماذا؟ لأنه لم يحترم العالم، والذي لا يحترم العالم لا يحترم العلم، والذي لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد عليه السلام، وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العالمين، فإذا هو كافر. هذا سؤال أو هذه القاعدة ذكرتني بهذه الخرافة. ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، كذلك التفسيق والتبديع. فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تشرع بعض الشباب في ادعاء العلم. فالمقصود أن هذا التسلسل أو هذا النظام غير لازم أبدا. هذا باب واسع، قد يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأن باب الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه. الذي يجب الأخذ برأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده، فهو الذي يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما كالذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه، فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم. وهذه ظاهر مصيبة، كأنها إن شاء الله ما انتشرت بعد من بلادكم إلى بلاد أخرى. والله يا شيخ، موجودة في بلادنا قضية التبديع وقضية أما جماعة التكفير فهم جماعة معروفين أنها بدأت من مصر، وكان لهم يعني كتلة هنا في عمان قبل
استيطاني لها يعني قبله 14 سنة تقريبا، لكن الله عز وجل هداهم واستقاموا معنا على السنة. وكذلك كان بعضهم جاء إلى دمشق قبل مجيء إلى هنا، وحاولوا أيضا أن ينشروا فكرة التكفير، لكن أيضا ربنا ما وفقهم الحمد لله ورجعوا بخفيهمين. أما البلاد هذه لا تزال في مصر قائمة، وأخشى أن يكون قد ورد إليكم شيء منها إلى بعض طلاب العلم. والله المستعان.